رغم التقدم العلمي والتكنولوجي فإننا نجهل الكثير عن كوكبنا، خاصة تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب مناخها القاسي. ولهذا السبب تعتبر القارة القطبية الجنوبية من الأماكن الأكثر غموضاً على وجه الأرض، إذ تحتوي على العديد من الأسرار الطبيعية. وقد كشفت الكاتبة إندا كوستريتسينا في تقرير نشره موقع FBR الروسي عن أهم الحقائق المتعلقة بالقارة القطبية الجنوبية التي تمكن العلماء للتو من استكشافها. أراض قاحلة: توجد في القارة القطبية الجنوبية أراض لا يغطيها الثلج، وتصل مساحتها إلى 1% من المساحة الإجمالية للقارة. والغريب أن هذه المناطق لم تشهد أمطاراً ولا ثلوجاً لملايين السنين. شلالات دموية: ومن الحقائق المثيرة للاهتمام وجود شلالات دموية، وهي مياه ذات نسبة ملوحة وحديد عالية، وبالتالي عندما تتفاعل مع الأكسجين تتحول إلى اللون الأحمر الدامي. أفضل مكان لسقوط النيازك: بحسب ما توصل إليه الخبراء، يعد القطب الجنوبي المكان المثالي لسقوط النيازك. فضلاً عن ذلك، يعتبر من السهل اكتشاف النيازك الحجرية على السطح الأبيض للقارة الجنوبية مقارنة مع مناطق أخرى من الكرة الأرضية. ومنذ العام 1976 تم جمع أكثر من 20,000 من عينات نيازك متنوعة الأحجام على أراضي القطب الجنوبي. اكتشف العلماء قارات مفقودة منذ زمن طويل مخبأة تحت الغطاء الجليدي للقارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، باستخدام بيانات من قمر اصطناعي مات منذ 5 سنوات. ويلقي البحث الجديد الذي نشر دورية سينت فيك ريبورتس الضوء على التاريخ الجيولوجي الضبابي للقارة القطبية الجنوبية على مدى 100 مليون سنة الماضية، وتم اختزال ذلك في فيديو مدته 24 ثانية أدناه نشرته وكالة الفضاء الأوروبية إيسا في حسابها على يوتيوب. ويعيد الفيديو تصور الانهيار التكتوني في القطب الجنوبي والانفصال من قارة غوندوانا الغابرة التي كانت جزءاً من قارة بنغايا العملاقة. ويبدأ الأمر قبل نحو 180 مليون سنة عندما انشطرت الأجزاء الأساسية من يابسة القطب الجنوبي والهند وأستراليا من غوندوانا، وتحركت ببطء إلى مواقعها الحالية. وتم تصور الفيديو استناداً إلى عمليات رصد للقمر الاصطناعي مستكشف حقل الجاذبية والمحيطات غوسي، وهو قمر اصطناعي تابع لوكالة الفضاء الأوروبية كان يعمل في المدار من سنة 2009 إلى سنة 2013. وخلال تلك السنوات الأربع حدد القمر الاصطناعي مجال جاذبية الأرض بدقة لم يسبق لها مثيل قبل أن يتم تدميره عمداً في إعادة دخول إلى الغلاف الجوي للأرض. ومنذ ذلك الوقت مشط العلماء قياساته لإنشاء خرائط للغلاف الصخري ليثوسفير للأرض، وهو تلك الطبقة التكتونية النشطة التي تضم القشرة والغلاف الخارجي. وترسم هذه الخرائط بقايا الأراضي الضخمة المفقودة المحصورة ضمن صفائح القارات التي تحركت عن موقعها والتي تدعى كراتون. ورغم أن بعض هذه الكراتونات مفهومة جيداً بالفعل، فإنه من الصعب فحص بنية الطبقة الصخرية للقارة القطبية الجنوبية بسبب موقعها البعيد وطبقات الجليد الهائلة التي تحجب جيولوجيتها الأساسية. وباستخدام أرصاد التلسكوب غوسي تمكن الفريق من رصد الكراتونات القديمة تحت حقول الجليد في شرق القارة القطبية الجنوبية وربطها بجار المنطقة القديمين
الهند وأستراليا. في المقابل، فإن غرب القارة القطبية الجنوبية يمتلك طبقة صخرية أرقة تفتقر إلى هذه الكرتونات الضخمة، أقدم أحفور في العالم. في العام 2016، عثر علماء سويديون على بقايا أحفور في شكل دودة على الجليد، وبحسب ما أكده العلماء يصل عمر هذا الأحفور إلى ملايين السنين، مما يجعله أقدم أحفور في العالم.